لا بإجنور يعني ما بردش على حد خالص، مش مضطر ان انا اعجب كل الناس. هعمل بلوك 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 مثلك يا حبيبتي. مشاهدين اليوم راح نسلط الضوء على السوشيال ميديا والتعليقات السلبية اللي يكتبونها حق أصحاب أو صناع المحتوى. هل هذا الشيء يحق لهم ولا لا؟ وشلون راح نتصرف معهم؟ اليوم عدسة البلاد متواجدة بين الناس علشان نسمع آراهم. شلون تقابلين الناس أو تواجهين الناس اللي تغلط عليك في السوشيال ميديا؟ لا بإجنور يعني ما بردش على حد خالص، يعني إيميل لما بيجي لي مسجز في الأذرز أو كده مش برد على حد خالص، بس لما لقيت الموضوع أوفر بعمل بلوك. فمش بشغل بالي سواء ده رد بطريقة ده رد بطريقة، كل واحد بيرد بالطريقة اللي بتعجبه، مادام ده حاجة شخصية بتاعتي أنا، الصفحة الشخصية بتاعتي أنا، فأنا بشير اللي يعجبني أنا، مش مضطر إن أنا أعجب كل الناس يعني. بس لو حد شتمك من غير سبب هتعمل إيه؟ لو حد أنا ما أعرفوش ولا كأني شفت أي حاجة، يعني لو حد أنا ما أعرفوش ولا كأني شفت أي حاجة هعمل له بلوك بلوك؟ آه بلوك بلوك بلوك؟ إيه؟ هما بيغلطوا في المحتوى نفسه مش بيغلطوا في الشخص. الأول كنت ببقى عصبي، كنت برد عليهم بأسلوب مش كويس حاجة زي كده، بس لما فهمت الموضوع كله هما بيغلطوا في المحتوى نفسه مش بيغلطوا في الشخص، فباخد الغلط على قد المحتوى اللي موجود، وان هما كده كده بيبقوا شايفين حاجة معينة اللي منشورة على السوشيال ميديا، بس مش شايفين كل حياة كاملة ومش بيشوفوا الموضوع كله عامل ازاي. ما يعجبونا ولازم يتعلمون ان الصح، وبعد لازم ان يتعلمون ان ما يصير يخطئون على الثاني مثلا او ان يردون خطأ بالخطأ. يقول لك ان السب والتعليقات السلبية على السوشيال ميديا هي اسرع طريق للشهرة، هل هذا الكلام صحيح؟ هو للأسف صحيح، يعني للأسف اللي بيطلع يعمل محتوى هابط أو بيطلع يشتم أو بيحاول يلفت الانتباه بأي شكل من الأشكال ده اللي بيتشهر أسرع، وللأسف ده واقع احنا عايشين فيه. ساعات برد عليهم، وفي ناس ما يستحقوش رد يعني، بس ساعات برد عليهم بفهمهم الموضوع وبخص لهم على الخاص لو ينفع نتقابل نتكلم مع بعض نشوف وجهة نظرهم ايه. في ناس كتير جدا لما بيشوفوا الموضوع كله بيغيروا وجهة نظرهم على طول. اذا انت نزلتي فيديو ولا صورتك وانت حلوه وكاشخه وكذي وناس كتبوا لك ان انت مو حلوه، شو تسوي؟ ان اقول لهم انه ما يصير يقولون كذي عن نفسنا عشان احنا كلنا حلوين كلنا حلوين مثلك يا حبيبتي.